معقل فرنسا الأخير يتعرض لتهديد حقيقي وخطر زوال أي مستقبل الامتيازات الفرنسية في منطقة الساحل، حقيقة تبرر مدى التمسك الفرنسي بالنيجر. مالي بدأت بالخروج عن طوق فرنسا في يناير الماضي، مهلة 72 ساعة أعطيت بشكل مباشر لسفيرها لمغادرة باماكو بعد استدعائه وإبلاغه بقرار الطرد وضرورة المغادرة خلال 3 أيام، فيما خرجت آخر كتيبة عسكرية فرنسية من أراضي مالي في أغسطس الحالي، وذلك بعد 9 سنوات على إرسال فرنسا لقواتها للدولة الواقعة غربي أفريقيا. تغيير لهجة الخطاب تجاه فرنسا حدث شهدته على أراضي بوركينا فاسو أيضا، فموجة غضب شعبية واسعة تجاه فرنسا تلاها طلب وزارة الخارجية في واغادوغو من نظيرتها الفرنسية باستبدال السفير. 3 يناير 2023 طرد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو السفير الفرنسي الذي وصفه بالمحاور غير الموثوق به ورفض تعيين آخر جديد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.